كما أشار السيد محمد أشرف حربي سلامة سفير جمهورية مصر الأسبق لدى مملكة البحرين إلى أن رؤية الحكيمة لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ساهمت في دعم العلاقات المتجذرة والمتينة بين البلدين الشقيقين. التشاور السياسي الدبلوماسي الزيارات المتبادلة واهتمام جلالة الملك بأن يكون دائما داعم لمصر ومواقفها على كافة المناحي سواء على الصعيد الإقليمي أو الصعيد الدولي كان ليه تأثير كبير جدا في أن تستطيع مصر أن تنهض وأن تدعم موقفها في مختلف القضايا سواء كانت قضايا تهم مصر فقط أو قضايا تهم المنطقة العربية وقضايا القضايا التي تهم الأمن العربي المشترك. وطبعا الزيارات المتبادلة ما بين الجانبين على كافة المستويات وكان آخر زيارة كانت لجلالة الملك ثم سمو ولي العهد ثم الوزراء ثم اللجان المشتركة كل ذلك كان يدعم ويقوي روابط الصداقة والعلاقات المتينة ما بين البلدين الشقيقين. وطبعا لابد أن نشير هنا إلى أن جلالة الملك السيد الرئيس قد منحه أكبر قلادة أو أكبر وسام في مصر وهي قلادة النيل عند زيارته منذ عامين أو أكثر إلى مصر.